الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب التوحيد للإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، فصل: طاعة الشيطان تقدح في توحيد الرحمن. قال: ويدل عليه أيضا أن الله تعالى سمى طاعة الشيطان في معصية عبادة للشيطان، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ وقال حاكيا عن خليله إبراهيم أنه قال لأبيه: يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. انتهى كلامه. ومعروف أن أبو إبراهيم لم يكن يعبد الشيطان بشكل مباشر، بل كان يعبد الأصنام. فقالوا كما يقول الحافظ ابن رجب: سمى طاعة الشيطان في معصية عبادة للشيطان. فهكذا في الإباحية مثلا، فأنت حينما ليس فقط تطيع الشيطان في المشاهدات وفي العادة السرية وما إلى ذلك، بل أيضا تطيع شياطين الإنس الذين هم يقومون بفعل هذه الفيديوهات في مقابل عصيانك للرحمن الذي يقول لك غض بصرك، الذي يقول احفظ فرجك، الذي يقول لك فرق قلبك لطاعة الله وتوحيده. نعم، يكمل حافظ بن رجب: فمن لم يحقق عبودية الرحمن وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته له، ولم يخلص من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية الرحمن. فأنت أيضا في الإباحية، فأنت قلبك متوجه بشكل كبير، وجزء من قلبك وهواك ومحبتك إلى هذه العادة، هذا السرية، هذا الإدمان، هذه الإباحية، وهذا الشيء يقدح يخل وينقص من التوحيد. يقول حافظ ابن رجب: وهم الذين قال فيهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، الذين أخلصوا عبادة الرحمن، فهم الذين حققوا قول لا إله إلا الله وأخلصوا في قولها وصدقوا قولهم بفعلهم، فلم يلتفتوا إلى غير الله محبة ورجاء وخشية وطاعة وتوكلا. هم الذين صدقوا في قول لا إله إلا الله، وهم عباد الله حقا. فأما من قال لا إله إلا الله بلسانه ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفته، فقد كذب فعله قوله، ونقص من كمال توحيده بقدر معصية الله في طاعة الشيطان والهوى. قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فيا هذا فكن عبد الله لا عبد الهوى، فإن الهوى يهوي بصاحبه في النار. قال تعالى: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، والله ما ينجو غدا من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله وحده ولم يلتفت معه إلى شيء من الأغيار. ومن علم أن إلهه ومعبوده فرد فليفرده بالعبودية ولا يشرك بعبادة ربه أحد. انتهى كلامه. هنا كما يقول أن إخلاص العبادة لله، تحقيق لا إله إلا الله، أن لا تلتفت إلى غير الله محبة، تحب الله ولا تلتفت إلى غيره محبة ورجاء، يعني ترجو ما عنده، وخشية أي تخشاه، تخشى غضبه وعقابه، وطاعة تطيع الله ولا تطيع غيره في معصيته، وتوكلا أي تعتمد قلبك على الله سبحانه وتعالى لا على غيره في حصول المقصود ودفع المكروه. يقول:
وهم ذكر بعض الآيات، ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله. الهوى قلنا ما تهواه النفس، ما تحبه النفس وتميل إليه، مثل هذه المدمن، بالنسبة للمدمن. لذلك يقول جيب داوغ أن أنت تتعافى حينما تعرف من نفسك أن أنت تكرهها، وأن محبة الإباحية والعادة السرية انتهت من قلبك. وقال أنه من علم أن إلهه ومعبده فرد فليفرده بالعبودية ولا يشرك بعبادة هذا. يعني ثم قال الحافظ بن رجب: كان بعض العارفين يتكلم على أصحابه على رأس جبل، فقال في كلامه: لا ينال أحد مراده حتى ينفرد فردا بفرد. قال الشارح الشيخ العلامة عبد الرحمن البراك، يعني يقصد أنه كما يعني أن الله فرد، فهو ينفرد بإخلاص العبودية، يعني هذا معنى كلامه. وقال أن ذكر كلام ابن القيم، قال قريبا من كلامه، يقول: كن واحدا في واحد لواحد، أي كن واحدا في طريق الحق الواحد، ولواحد أي كن لله الواحد. يعني كن واحدا، أنت موحدا في واحد في طريق الواحد الطريق المستقيم لواحد الله الذي هو الله سبحانه وتعالى. يقول حافظ بن رجب: قوله لا إله إلا الله تقتضي أن لا يحب سواه، فإن الإله هو الذي يطاع محبة وخوفا ورجاء، ومن تمام محبته محبة ما يحبه. قال لك قبض البصر، وكراهة ما يكرهه. قال لك التزم بالطريق المستقيم بالطاعة بالزواج بالعبادة، غض البصر. فمن أحب شيئا مما يكرهه الله أو كره شيئا مما يحبه الله لم يكمل توحيده، ولا صدقه في قوله، ولا صدقه في قوله لا إله إلا الله، وكان فيه من الشرك الخفي بحسب ما كرهه مما يحبه الله وما أحبه مما يكرهه. قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. دلالة محبة الله عز وجل. قال الليث عن مجاهد، الليث بن سعد عن مجاهد في قوله تعالى: ولا يشركون بي شيئا، قال: لا تحبوا غيري. طبعا المقصد هنا المحبة، يعني هي محبة العبادة، أنك لا يلتفت قلبك إلى معصية الله إن هو نهاك عنها. نعم. كما يعني قال الشيخ عبد الرحمن البواك في التعليق: إن محبة الحبيب تقتضي محبة ما يحب وبغض ما يبغض، وإن محبة الله من مقامات الدين، ولا بد من تصديق دعوة المحبة، وتكون بمحبة ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله. وبحسب ما يقوم بالقلب من محبة الله وصدق العبودية لله تكون حال الإنسان في تعامله مع الأشياء، فيحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله. أما من يأتي بالعكس فيحب ما يبغضه الله ويكره ما يحبه الله، كان ذلك دليلا على الكذب في دعواه محبة الله، أو دالا على نقص ما يدعيه من المحبة. انتهى كلامه. يقول الحافظ بن رجب: قال الحسن، حينما يطلق الحسن فهو البصري، نعم، قال الحافظ بن رجب: قال الحسن: نعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته. وسئل ذنون: متى أحب ربي؟ قال: إذا كان ما يبغضه عندك أمر من الصبر. وقال بشر بن سري: ليس من علام الحب أن تحب ما يبغضه حبيبك. وقال أبو يعقوب: النهر جوري، النهر جوري، كل من ادعى محبة الله ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة. قال يحيى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. وقال رويم: المحبة والموافقة في جميع الأحوال وأنشد، لأحد الشعراء
الذين يعشقون. لو قلت لي مت سمعا وطاعة، وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا، هذا عاشق كان يعشق محبوبته. ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأحب الله أن يجعل لحبه علما فأنزل الله تعالى هذه الآية. نعم. وأيضا أورد الحديث ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الماء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يجعل الكفر بعد أن أنقضه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. ثم قال الحافظ ابن رجب بتلازم الظاهر والباطن هذا الباب، قال هذه حال السحرة لما سكنت المحبة قلوبهم، سحرة فرعون، سمحوا ببذل نفوسهم. قالوا لفرعون فاقض ما أنت قاض، أي انتهى كلامه، أي لما السحرة أراد أن يصلبهم وأن يعذبهم عذابا شديدا قالوا له أقض ما أنت قاض. يقول حافظ ابن رجب ومتى ما تمكنت المحبة في القلب لم تنبعث الجوارح إلا إلى طاعة الرب. وهذا هو معنى الحديث الإلهي الذي خرجه البخاري في صحيحه وفيه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وفي بعض الروايات فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. إنما انتهى كلامه، لم أكن مخطئا وتكملته، لأن دعاني لأجيبنه ولأستعاذ بي لأعيذنه، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. أنا الحافظ ابن حجر نحن نريد أن نربط بين محبة الإباحية أو الصور أو ونريد أن ننفيها من القلب عن طريق ملء القلب بدلا من ذلك بمحبة الله سبحانه وتعالى واستحواذه عليه. استحواذها عليه. يقول حافظ ابن رجب والمعنى أن محبة الله إذا استغرق بها القلب أي امتلأ يعني، يقول واستولت عليه لم تنبعث الجوارح إلا إلى مراضي الرب، وصارت النفس حينئذ مطمئنة ففنيت بإرادة مولاها عن مرادها وهواها. هذا انتهى كلامه، يعني نفس ما قلنا إن امتلأ القلب بحب الله سبحانه وتعالى فإن حركاته وسكناته ستكون موافقة لرضا الله سبحانه وتعالى. يقول حافظ ابن رجب يا هذا أعبد الله لمراده منك لا لمرادك منه. نعم. هنا ذكر بعض الأمور التي استشكلها الشيخ عبد الرحمن بواك ناحية أن لا ينافي أنك أنت ترغب بما عند الله سبحانه وتعالى إن كان، يعني معنى كلامه إن كان ما تريده أمر في الآخرة فهذا أمر مشروع بل أمر يمدح، لكن إن أردت ما عند الله بأمور دنيوية فهذا أمر مذموم، كما قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا أي بما عند الله ورهبا من عقابه، وكانوا لنا خاشعين. يقول الشيخ البواك أن هذا الكلام يصدق على أن المذموم أن تعبد الله على ما تريده منه في أمر الدنيا فقط، فهو الذي يصدق عليه ما استشهد به المؤلف في قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. يقصد الشيخ من الآية أن هذا الذي يطلب من الله أو يعبده فقط الأمور الدنيوية إن الله أعطاه من الأمور الدنيوية التي هو كان يعبد الله من أجلها اطمأن به
فإن أصابته فتنة لم يعطيه الله سبحانه وتعالى ما يريد أو ابتلاه انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، لأنه يعبد الله، لأن يعني كأنه يضع صفقة مع الله، أعطني في الحياة ما أريد أعبدك، لا تعطيني ما أريد لا أعبدك. وقال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا بس، فمن الناس من يقول من ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، بس يبي في الدنيا. قال الشيخ البواك: ولم يذم الله من أراد الآخرة، إنما ذم الذين يريدون الدنيا فقط. قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يقول الحافظ ابن رجب: وفي الإسرائيليات يقول الله: ما وسعني سمائي ولا أفضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. يقول حافظ ابن رجب: فمتى كان القلب فيه غير الله فالله أغنى الأغنياء عن الشرك، وهو لا يرضى بمزاحمة أصنام الهوى. أصنام الهوى أي كل ما هو معبود مما تهواه نفسك. قال: الحق تعالى غيور يغار على عبده المؤمن أن يسكن في قلبه سواه وأن يكون فيه شيء لا يرضاه. قال الشاعر: أردناكم صرفا فلما مزجتموا بعدتم بمغدار التفاتكم عنا، قلنا لكم لا تسكنوا القلب غيرنا فأسكنتم الأغيار ما أنتم منا. قال حافظ ابن رجب: لا ينجو غدا إلا من لقي الله بقلب سليم ليس فيه سواه. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال: القلب السليم هو الطاهر من أدناس المخالفات، فأما المتلطخ بشيء من المكروهات فلا يصلح لمجاورة حضرة القدس. وقال في الهامش في المخطوطات أخرى القدوس: إلا بعد أن يطهر في كيوي العذاب، فإذا زال منه الخبث صلح حينئذ للمجاورة. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، فأما القلوب الطيبة فتصلح للمجاورة من أول أمر. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الذين، وقال تعالى: الذين تتوفاهم من الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. يقصد هنا المجاورة، أي المجاورة في الجنة، يعني لا يمكن أنك تجاور رب عز وجل في الجنة وأنت قلبك غير سليم وغير طيب. وأيضا يعني معنى كلام أو ما أفهمه من كلام الحافظ بن حجر الحافظ بن رجب أن تلطخ لا يطهر إلا في كيف العذاب. يقول الحافظ بن رجب: من لم يحرق اليوم قلبه بنار الأسف على ما سلف أو بنار الشوق إلى لقاء الحبيب فنار جهنم له أشد حرة. ما يحتاج إلى التطهر بنار جهنم إلا من لم يكمل تحقيق التوحيد والقيام بحقوقه. نعم. ثم ذكر بعض الأمور عن الرياء. قال: وفي بعض الآثار ما العافين، لا، قال أيضا: هو ما العارفين شغل بغير مولاهم ولا هم في غيره، ومن أصبح وهمه غير الله فليس من الله. وبعضهم قال: من أخبرك أن وليه له هم في غيره فلا تصدقه. وكان داود الطائي يقول في الليل: همك عطل علي الهموم وحال بيني وبين السهاد، وشوقي إلى النظر إليك أو بقى مني اللذات وحال بيني وبين الشهوات. وأنشد الشاعر: مالي شغل سواه، مالي شغل ما يصف عن هواه قلبي عزل، ما أصنع جفا وخاب الأمل مني بدل، منه مالي بدل ومنه مالي بدل. يقول حافظ ابن رجب: إخواني، إذا فهمتم هذا المعنى فهمتم معنى قوله: من شهد أن لا إله إلا الله صدقا من قلبه حرمه الله على النار. فأما من دخل النار من أهل الكلمة فلقلة صدقه في قوله، فإن هذه الكلمة إذا صدقت طهرت القلب من كل ما سوى الله،
ومتى بقي في القلب أثم لسوى الله فمن قلة الصدق في قوله. من صدق في قول لا إله إلا الله لم يحب سواه، ولم يرجو إلا إياه، ولم يخش أحدا إلا الله، ولم يتوكل إلا على الله، ولم يبق له بقية من آثار نفسه وهواه. ومع هذا فلا تظن أن المراد أن المحب مطالب بالعصمة، وإنما هو مطالب كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة. وقال زيد بن أسلم إن الله ليحب العبد حتى يبلغ من حبه له أن يقول اذهب فاعمل ما شئت قد غفوت لك، يعني أن محمول هذا ما دون، قال يعني في التعليق محمول ما دون الكفر، أنه يعني يعمل من الأمور من الطاعات ومن التقوى من التقرب بالله سبحانه وتعالى، ما أن يكون هناك ما يرجى أن يكون له تكفير من الذنوب. وأيضا في بعض الآثار يقول حافظ بن رجب نعم، وتفسير هذا الكلام هو الذي فسره، أن الله عز وجل له عناية بمن يحبه من عباده، فكلما زلق ذلك العبد في هو أخذ بيده إلى الاعتذار ويبتليه بمصائب مكفرة لما جنى. وفي بعض الآثار يقول الله أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا يأسهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لطهرهم من المعائب. وفي صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى تذهب الخطايا كما يذهب الكي والخبث. وفي مسند وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن مغفل أن رجلا لقى امرأة كانت بغيا في الجاهلية فجعل يلاعبها حتى بسط يده إليها فقالت مه، فإن الله أذهب الشرك وجاء بالإسلام، فتركها وولى، فجعل يلتفت خلفه وينظر إليها حتى أصاب وجهه حائطا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم والدم يسيل على وجهه فأخبره بالأمر، فقال صلى الله عليه وسلم أنت عبد أراد الله بك خيرا، ثم قال إن الله إذا أراد بعبد خيرا عجل عقوبته في الدنيا، وإذا أراد بعبد شرا أمسك ذنبه حتى يوافي يوم القيامة. انتهى. يا قوم قلوبكم على أصل الطهارة، وإنما أصابها رشاش من نجاسة الذنوب فرشوا عليها قليلا من دمع العيون وقد طهرت، اعزموا على فطام النفوس عن وضاع الهوى فالحمية رأس الدواء، متى طالبتكم بمألوفاتها فقولوا لها كما قالت تلك المرأة لذلك الرجل الذي دمي وجهه قد أذب الله بالشرك وجاء بالإسلام، الإسلام يقتضي الاستسلام والانقياد للطاعة، ذكروها مد حتى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لعلها تحن للاستقامة، عرفوها اطلاع من هو أقرب إليها من حبل الوريد، لعلها تستحي من قربه ونظره، ألم يعلم بأن الله يرى إن ربك لبالمرصاد. راود رجل امرأة في فلاة ليلا فأبت فقال لها ما يرانا إلا الكواكب، قالت فأين مكوكبها. أكره رجل امرأة على نفسها وأمرها بغلق الأبواب ففعلت، فقال لها هل بقي من باب لم تغلقيه، قالت نعم الباب الذي بيننا وبين الله، فلم يتعرض لها. رأى بعض العارفين رجلا يكلم امرأة فقال إن الله يراكما سترانا الله وإياكما. سئل الجنيد بما يستعان على غض البصر، قال بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظر. قال المحاسبي المراقبة علم القلب بقرب ربي، كلما قويت المعرفة بالله قوي الحياء من قربه ونظره. وصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا إن يستحي من الله كما يستحي من رجل صالح من عشيرته لا يفارقه، وقال بعضهم استحي من الله على قدر قربه منك وخف الله على قدر قدرته عليك. كان بعضهم يقول منذ 40 سنة ما خطوت خطوة لغير الله ولا نظرت إلى شيء أستحسنه حياء من الله عز وجل. نختم بهذا الأبيات، كان رقيبا منك يرعى خواطري وآخر يرعى ناظري ولساني، فما أبصرت عيناي بعدك منظرا لغيرك إلا قلت قدر مقاني، ولا بدرت من في بعدك لفظة لغيرك إلا قلت
قد سمعاني، ولا خطأت من ذكر غيرك خطرة على القلب إلا عرج بعناني. هذا ما أحببت أن أشارككم به، والمقصد أن امتلأ قلبك بتوحيد الله وإفراده بالمحبة والرجاء والتوكل، وامتلأ قلبك بكل ما فيه، وتخللت نفسك وروحك حب الله واستحضاره ومعقبته وطاعته وتحقيق التوحيد حتى تقدم على الله سبحانه وتعالى بقلب سليم، وحتى تكون كما في الحديث ما زال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه، فكون سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به، وآخر الحديث فإن دعاني لأجيبنه ونستعاذ به لأعيذنه. املأوا قلبكم بحب الله حتى ينفي ذلك من قلبك الالتجاء إلى ما سواه. وفقنا الله وإياكم إلى محبته ورضاه وإلى توحيده وإلى الإتيان بقلب سليم حين لقياه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه.